السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي أكرمنا بالجلوس مع هذا الكتاب الجليل للإمام البربهاري في تثبيت السنة وفي إسقاط البدع. في الحقيقة ينبغي أن أوصي الإخوان أن يعيدوا النظر فيه دائما ويقرأوا فيها ويحفظوا. وكما أن الإمام رحمه الله قد أفهمنا السنة بحكمة وبلين، كذلك نكون مع الناس إن شاء الله في دعوتهم إلى السنة بالحكمة واللين إن شاء الله، وبيان الحق بدون محاباة، أنما ما يصل إلى الكفر وما لا يصل إلى الكفر إلى آخره. فليقرأ الأخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله في شرح السنة، قال: واعلم أن المتعة متعة النساء، والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. متعة النساء، وهذا لا شك فيه كان حلالا في أول الأمر، بأن يعطي أي شيء أجرة كأنه نعم، ويستحل بها فرج المرأة بدون زواج. وكان هذا موجودا في العرب قبل الإسلام، ثم لما جاء الإسلام وكانوا يسافرون ويبتعدون عن أهليهم وعن أزواجهم، فكانوا يشتاقون إلى النساء، فأحل الله تبارك وتعالى وأحل النبي، ثم أحل النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يتمتعوا. ثم بعد ذلك كما جاء في بعض الروايات في خيبر، حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي وكذلك المتعة إلى يوم القيامة. وما جاء عن بعض الصحابة ابن عباس أنه كان يحلل المتعة، فالظاهر أنه ما كان بلغه النسخ، ولما بلغ فقد قال: والله لا أقول إنه مباح إلا أنه كالميتة للمضطر. فهذه المتعة في الحقيقة حرام إلى يوم القيامة، وهي زنا، إلا أن هناك طائفة منهم الشيعة التشيع عامة أو روافض يحللون هذا الحرام، وهم عندهم كأنه قرأت في كتبهم، فيقولون إن هذا شيء مبارك ويتبرك به، تتبرك المرأة برجل صالح منهم. أيضا كذلك إذا كان هناك مسألة الإمامة، فمن هو المستحق للإمامة إذا كان في القرآن وفي فقه الصلاة كلهم سواء، فيكون أحدهما من أولاد المتعة والثاني من غير متعة، فولد المتعة هو الأحق بالإمامة. عجائب غريب. وهذا من خدائهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبينون هذه الفضيلة للمتعة. والاستحلال إلى يوم القيامة، ما المقصود بالاستحلال؟ هو تحليل الظاهر. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وسواء كان طلق ثلاثا على ما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث كل طلاق في طهر، أو طلق دفعة واحدة، ولكن الذي يظهر أن قول ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. فلما كان عمر رضي الله عنه ورأى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيانات، فقال: فلو أمضيناه
فأشار عبد الرحمن بن عوف وغيرهم فأمضاه عليهم تعزيرا لهم. فالاستهلال هذا هو المقصود منه التحليل. وإلى يومك هذا بعض المذاهب من المذاهب الأربعة يجيزون التحليل، وفي خاصة في بلاد غير إسلامية، وربما يكون في بلاد المسلمين. والحمد لله الذي طهر هذه البلاد من هذه الأرجاس كلها. كان بالحقيقة هم عندهم مكاتب خاصة لهذا، وعلماء يديرون هذه المكاتب ويعقدون لهم لليلة واحدة، وقد تحصل به هذا مفاسد كثيرة. قتل المحلل في الصباح لأجل أنه المطلق جاءته الغيرة. فالحاصل على كل أهل، وما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. فأجائب غرائب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم: فليحمد الله رجل قد هداه الله تبارك وتعالى لتتبع السنة الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واعرف لبني هاشم فضلهم، نعم، لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقوقهم في الإسلام، وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تنساهم، تعرف فضلهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. نعم، فاعرف لبني هاشم فضلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هم بنو هاشم الذي يفصل تفصيل في هذا الباب؟ فهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل وبنو المطلب، الذين آل العباس وبنو المطلب الذين كانوا لم يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام كما جاء فيهم. فهؤلاء هم بنو هاشم الذين تحرم عليهم الصدقة. نحن آل محمد لا ناكل الصدقة. فضلهم على كل حال، ما معنى فضلهم؟ لا شك أن قد يكون إذا كان هناك أشياء قد تفضل فيها الناس، فيكونون هؤلاء في أول القائمة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرف فضل قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة، واصطفاني أو واصطفى من، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومسلم وغيره من حديث واصلة ابن أسقى: كذلك إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خير خلقي، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. فهذه الأحاديث كلها كذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهي ما قاموا الدين. إذا كان هناك تفاضل وفي قريش أحقية، أما إذا كان غيرهم في يصلح للأحكام السلطانية بعقله بعلمه بقوته النفسية والعقلية، فهو الأحق ولو كان من قريش، فهو الأحق على رجل من قريش لا يحمل هذه الخصائص. نعم. وبعد ذلك قال: وأن تعرف فضل الأنصار أيضا. الله أكبر. الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم. فهؤلاء الذين قال الله فيهم: يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله. هذا خبر
وكذلك الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل. كذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء وصية رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار فإنهم كريشي وعيبتي، يعني هم أخص الناس مني كما يكون أخص الناس في القبائل. فكأنه أدخلهم ما هم فيهم فيه صلى الله عليه وسلم، وقد قضوا الذي عليهم. هذا أعظم ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لهم: وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. سبحان الله، يعني بقي إن شاء الله ربنا هو الذي يأجرهم. فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيره. فيجب على الإنسان أن يعرف فضل الأنصار. وفضل الأنصار لا شك به، هناك أشياء كثيرة قد يحتاجون إلى معونة مادية، قد يحتاجون إلى أمور أخرى، والزواج فيهم والزواج منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا له. فكل هذه الحقوق في الحقيقة لهم، وهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا ينساهم الناس. ونعرف فضلهم لأنهم جيرانه. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وآل الرسول أيضا. آل الرسول لا ننساهم، الذين هم تحرموا عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم كلهم يقالوا من الذين من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرف فضلهم وجيرانه. جيرانه من هم؟ جيران النبي، كل من سكن في المدينة فهو جيران، جار النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عبروا. لكن هذا التعبير في الحقيقة قد يكون غير مستساغ عند بعض، لأن الجوار لا يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال بعضهم: نحن نجاور، وكانوا يأتون المجاورون من قديم الزمان. حتى إذا قرأت في تاريخ المجاورة فتجد أن هناك ملوك تركوا ملكهم، تنازلوا وجاءوا ليجاوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا. لكن نقول مجاورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا ينبغي أن يطلق، إنما هو مجاورة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول المصنف وجيرانه فيما يظهر لي أنه لا يكونهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جيران مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة المجاورة التي استعملت في مدى الزمان، كثير منهم كان يطلق، قال: أنا جار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا جار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنازل عن الملك حتى يأتي ويجاور قبر النبي، هكذا كانوا يقولون. فالله المستعان على كل حال، هذه الألفاظ أيضا ينبغي الإنسان أن يتحاشى من استعمالها. أما فضل المدينة لا شك فيها، فضل المدينة وفضل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفي للإنسان أن يجاور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استطاع أن يموت بالمدينة فليموت. سبحان من استطاع، هل موتك في يدك وفي استطاعتك؟ لا، لكنه يسعى له. ولذلك كانوا يأتون ويبقون هنا حتى الموت فيكون يدفن. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أكون له شفيعا يوم القيامة. وهذه من فضيلة المدينة ولا شك فيه. وليس فضيلة المدينة إلا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل مسجده، كما كانت تسمى يثرب. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فسميت طابة وطيبة. وحتى في رواية ليست قوية، إلا أنه كان بعض الناس يكره أن تسمى أو إلا في كتاب الله نقرأ، ولا نسمي المدينة يثرب، إنما نقرأ في كتاب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه طابة، هذه طابة، هذه طابة. وفي تاريخ بغداد رواية قال بعضهم: قال: من قال يثرب مرة واحدة فليقل تعب 10 مرات. نعم، كأنه كفارة له لقوله وتسمية مدينة رسول الله يثرب، لأن التثريب والثرب
هذا ليس من الكلمات الممدوحة. فعلى كل حال ففضل المدينة معروف في الأحاديث الكثيرة. نعم، تعرف فضلهم أي فضل آل الرسول وجيرانه الذين هم جاوروا مدينة رسول الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، فعرف فضلهم. وتاريخ تدل بالفعل الناس كانوا يحترمون المدينة ومكة، وكان البلدان موضع اهتمام الناس في كل زمان. تعرفون في الزمن الأول الذي كان فيها الجوع حتى الماء كان شحيح، الناس كانوا يحفرون الآبار، والناس كانوا يرسلون هنا ويأتون، الحجاج كانوا يأتون بالثياب ويوزعون كما ذكر لنا أخو جدي، جاءوا في أوائل مجيء الملك عبد العزيز اللي كان الناس يمنعون في الهند، السياسيون قاموا وفي أقصى الهند غير منقسمة إلى حدود أفغانستان وإلى هملايا، هؤلاء كانوا يدورون ويقولون لا تذهبوا للحج هذا العام تحت راية وهابية هكذا. فقام علماء أهل الحديث بالعكس وحثوا الناس من يقدر على الحج هذا العام فليذهب، فإن الحج هذا العام يكون على سنة إن شاء الله بعد قرون إجاف طويلة. فالحمد لله على كل حال المدينة لها فضلها وكان الناس يعترفون فضلها. مكة أيضا بهذه السورة الربط وأشياء التي كانوا، اقرأوا كتاب شفاء الغرام في تاريخ البلد الحرام، تجدون في الحقيقة للفاسي يذكر، وإلى الآن موجودة بعض الرباطات على الجبل هذا الذي وأنت تنزل من شارع الأندلس إلى المعلاة على يسار موجود هذا الرباط، وذكر هو بالتعيين أنه الرباط الفلاني كان في المكان الفلاني. على كل حال فكان الناس يعرفون لا شك فيها، وكانوا يسمون جار الله. الزمخشري كان يجاور العلماء، والمجاورة وجاورة العلماء لها أثر كبير في نشر السنة. أنا عندي كانت محاضرة هنا في الحرم فكنت الحمد لله جماعة المجاورة وأثرها في نشر سنة رسول الله، فكان العلماء يأتون أيام الحج وكانوا يحجون للقي، فيبقى العالم يمسكونه حتى يبقى سنة أو سنتين ويأتوا الناس يسمعون منه ثم يذهبون إلى بلادهم. فالحاصل الحمد لله الناس عرفوا فضلهم، ولذلك فضل المدينتين. وينبغي للإنسان أن يعرف فضلهما وكذلك يتأدب بآدابهما. واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي. هو هذا على كل حال قالوا أشياء كثيرة فيها هؤلاء خاصة الجهمية الذين ذكرهم، قال هؤلاء تعانوا في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا قول منسوخ سبحان الله، وخبر آحاد لا تفيد العلم ولا اليقين، ولا شاعر قالوا أخبار الآحاد لا تفيد العلم فلا تؤخذ في العقيدة. هذه كلها كذلك حتى في أصحاب المذاهب نحن ننتقد في أصولهم نقدا شديدا. فهناك في مذهب الحنفية قرخي من علماء القرن الخامس 400 وشيء توفي، له أصول أبو الحسن القرخي في أصوله، يقول كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهو فهو منسوخ أو مؤول، كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول، يعني نؤول ولو كان حديثا صحيحا في الصحيحين وغيره. فلا شك أنهم طعنوا في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لمن يعتقد هذا الاعتقاد نحمله فتنة إنكار السنة. نعم. وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه. نعم. وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه،
إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه رضي الله عنهم، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يخطئ أحدا من الصحابة. لأن الحمد لله نقول ليس هذا يعني اعتقادا وحبا فيهم، إنما واقع أمرهم يدل على أنهم الحمد لله إذا أخطأ واحد منهم فينبه فيرجع إلى الخطأ. كذلك هم كانوا عدولا الحمد لله، ما وجد فيهم من يكون كذابا وما وجد فيهم من يكون فاسقا نعوذ بالله. هذا لا يجوز أن يحول أو يحوم في قلب إنسان هذا القول أو هذه الفكرة الخبيثة. نعم. ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم. نعم. وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح. نعم. والإيمان الصحيح. نعم. فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أول مرة نسمع من المصنف التقليد، كلمة التقليد في الحقيقة ما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما التقليد الذي عرف أنه قبول قول من ليس له ليس قوله حجة في الشريعة بدون دليل، بدون دليل. وتقليد النبي صلى الله عليه وسلم وتقليد الصحابة كله بدليل، فأحرِ به أن يسمى اتباعاً. إن أعلم أن الدين هو اتباع، وأما إذا قلنا التقليد بمعنى الاتباع فلا بأس فيها. أما التقليد فالاصطلاح التقليد الاصطلاحي الذي يقبل فيه قول أحد بدون دليل، كما هو في يوجد هذا الأمر وهذا التقليد في أصحاب المذاهب الأربعة، وقد يردون الحديث الصحيح لأجل قول من قوله ليس حجة في الإسلام. نعم. واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. نعم. ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. نعم. نعم. هنا لا شك أن هذه الكلمة لفظي بالقرآن تحتمل معنيين، لفظي أنا ونطقي بالقرآن هذا مخلوق، لكن القرآن ليس بمخلوق. ولما كانت هذه الكلمة لفظي بالقرآن كأنه يقصد به القرآن مخلوق، وكذلك نطقي بالقرآن مخلوق، دار الأمر بين أمرين، فيفتح باب القول إلى باب القول لخلق القرآن. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله شدد في هذا، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. لابد أن يعلن أن القرآن صفة من صفات الله، كلام الله صفة وليس بمخلوق. فإذا كان قال أنا متوقف لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهذا أيضا جهمي، هكذا قال الإمام أحمد وعليه الأدلة. ولذلك لما كانت لفظ القاري يحتمل أنه يقصد لفظ القاري هو مخلوق، وهذا لا شك فيه، الأوراق والمسائل الحبر وغيرها حقيقة مخلوق، لكنه لا يجوز أن نتكلم مطلقا بهذا لفظ بالقرآن، لأنه يفتح باب القول أن القرآن مخلوق، وأن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فاتقى الشبهات ففيه شبهة القول. ولذلك شدد الأئمة رحمة الله عليهم. وهذا القول الإمام البخاري بريء منه، لكنه نسب إليه تلك الأيام الفتنة كانت قائمة، فأرادوا ضرب الإمام البخاري لما نزل بغداد، وأرادوا أن يصدم الآخرون مع بعض. فلما قال لما نسب إليه أن خلق لفظي بالقرآن مخلوق، فقال علي بن المديني رحمه الله قال من يحضر محمد بن إسماعيل مجلس محمد بن إسماعيل البخاري فلا يحضر مجلسي، وهذا كذب عليه. وفي كتابه خلق أفعال العباد قد رد على هذا ردا شديدا رحمه الله. نعم. الإمام الزهلي. نعم. ليس ابن المديني،
الإمام محمد بن يحيى الذهلي الذي أوصله إليه بأن محمد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فالإمام الذهلي غضب عليه لأنه لا يجوز أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فحصلت نفرة وحصل خلاف بين البخاري وبين الذهلي، وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتسرع في الحكم على شيء إلا إذا تثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وهذه اللفظة نفسها، لفظي بالقرآن مخلوق غير مخلوق، ما تكلم فيه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكن لما قالوا القرآن مخلوق فلزم على الأئمة أن يردوا عليهم، ولم يكن هذا في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهد الخلفاء الراشدين، فيدخل في هذه في البدعة. نعم. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عياناً لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق، واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل، لأنهم تركوا آثار والآيات الواضحة، وقاسوا على أهوائهم بأن الله تعالى إذا قلنا إن له يد له وجه وله قدم وله كذا الصفات التي أثبت الله لنفسه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون الله موصوفاً بصفة المخلوق، والله تعالى لا يشبهه شيء، هكذا قلنا سهلا عليك أيها الجهمي أن تقول كما أن ذات الله تعالى لا يشبه ذات المخلوقين أو أحد من المخلوقين، فقل إن صفة الله لا يشبه صفات المخلوقين. نعم. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث. نعم. لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، وعليه كانوا يكفرون الإمام أحمد، وأحمد بن الدواد القاضي في زمن مامون الذي تولى كبر هذا كان يكفر ويطلب الإذن من المامون أن يقتل الإمام رحمه الله، لكنه وقاه الله تعالى من شرهم، إلا أنه أوذي إيذان لا يطاق، كما ذكر في كتاب المحن أبو العرب الصقلي شيء غريب جدا، كان يعلق بين مسورتين ويجلد ويجلد، وقال شاباس أحد الجلادين: لقد ضربت أحمد 80 صوتا لو ضربت فيلا لهدمته، سبحان الله، لكن أنقذه الله تعالى من الموت، ثم بقي بعد ذلك ينشر السنة رحمه الله ورفع مقامه عنده. نعم. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه. نعم. منسوخ آيات منسوخة وأحاديث منسوخة كانوا يحتجون به، فيها بعض الشبه ما تقوي لشبهتهم ولأهوائهم، ولذلك أشار قال: واحتجوا بالمنسوخ من الآثار. نعم. واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. وقالوا أن قد على كلها الأقوال قد ذكر الإمام رحمه الله وشيئا كثيرا من هؤلاء من شبههم،
وقالوا إن الله تبارك وتعالى لم يعلم شيئا قبل خلقه مثل القدرية، وكذلك كفروا المسلمين الخوارج، فهؤلاء قريبا الجهمية والمعتزلة وكذلك أشاعرة في أمور كثيرة قد توافق فيما بينهم، كما فصل الإمام ابن تيمية في كتابه في مجموع الفتاوى، وكذلك في كتابه حتى في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا، يعني هم قالوا إن الجنة والنار لم يخلقا، والأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة تدل على أنهما مخلوقتان، وأنكروا وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. نعم. لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، في شرح القصيدة النونية، في قصيدة النونية ذكر هذا، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 يعني 500. نعم. ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم، فدامت لهم المدة، ووجدوا من الشيطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهموه. الإمام ابن تيمية قسم الجهمية 3 أقسام. القسم الأول الجهمية الأم، وهم أتباع جهم بن صفوان في كل ما قاله، ويسمونه أيضا الجهمية الذكور، والآخرون المعتزلة، وهم الذين اتفقوا معهم في أشياء من عقائد الجهمية. والجهمية الثالثة، قال الإمام ابن تيمية في فتاوى الجزء السادس صفحة 359، قال: الأشعرية، ويسمونهم جهمية الإناث. نعم. فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم. درس معناه اندرس وانمحى، كأنه يعني يذكر لنا حالة مضت على هذه الأمة في زمن مامون والواثق بالله. فلا شك أن أهل السنة والسنة كانوا مظلومين فاندرست السنة، لكن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، جاء المتوكل فأحيا السنة. وهؤلاء هم الذين من بني فلان، ما كان يخاف أنه يذكر باسمهم، لكن ليسوا كلهم الحمد لله. فبنو العباس كان منهم السنة، ويحو السنة إلى هارون الرشيد ومن بعدهم. نعم. واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس، وطلبوا لهم الرياسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. والناس على طلبوا لهم الرياسة، والناس على دين ملوكهم وكبرائهم، فكانوا يتقربون إليهم، ولأجل التقرب يتعلم الدين أو المذهب أو العقيدة التي يعتقده الخليفة أو الحاكم أو الملك. فبذلك كانت فتنة عظيمة لا شك فيها، لم ينجو منها إلا من عصم الله. إلا من عصم الله. نعم. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكًا فهلك الخلق، حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل. نعم. فأطفأ الله به البدعة، وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة. جعفر ابن محمد بن هارون الرشيد الخليفة العباسي أبو الفضل، ولد سنة 725، بويع له بالخلافة عند موت أخيه الواثق في سنة 232. نعم. وطالت ألسنتهم مع قلتهم،
وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. نعم. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. نعم، هذا كان في المئة الثالثة سبحان الله، وما في بداية المئة الرابعة، ولا يأتي يوما إلا وبعده شر منه. فلا شك كلما غلب الجهمية في بلد ما أو العشائر آذوا أهل السنة إيذاء شديدا. بقي ابن مخلد في الأندلس كان مظلوما مطرودا، وما كان يقدر أن يدرس كتاب المصنف لابن أبي شيبة، وكانوا يقولون جاء بالخلاف، شكوا إلى الأمير محمد. الآخر القصة. نعم. واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. بغيا وطغيانا على الحق وتماديا على الباطل. قد يكون هناك في الحقيقة متعمدين لأجل دنياهم كما ذكر، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. نعم. وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله عز وجل مع قلتهم عند الاختلاف. وقال الذين أوتوا ما ندري كيف ترك وما اختلف فيه إلا الذين، اقرأ هكذا وما اختلف فيه، ولا مضت بنا ولا ما مضت. نعم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. نعم. فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه قيام الليل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي إلى الحق، فإنك تهدي إنما اختلف فيه لما تهدي من تشاء إلى إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيجب أن يكون هجيرانا دائما أن ندعو الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وندعو الله تعالى أن يهدينا إلى الحق فيما اختلف فيه. سبحان الله، هذا كأنه أصل الدين، أصل الدين. بعدما تغير الدين واختفى وجه الدين الخالص في آراء ومذاهب مختلفة، فيجب على المسلم أن يبحث وجه الدين الخالص والذي ليس فيه بدع وغيره، والذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدتك، في صلاتك، في زكاتك، وفي كل شيء، من غير أن تتخذ من دون الله ولا رسوله وليجة. لا تدخل أحد في الوسط، لا الإمام أبا حنيفة ولا الشافعية ولا مالكا ولا أوزاعية ولا ابن حزم. ابحث وتدعو وتسعى وتدعو الله تعالى أن يهديك إلى الحق. فأي مسألة جاءت لابد أن نبحث مسألة راجحة بالكتاب والسنة بعد النظر في أقوال الأئمة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفي لفظ آخر: لا تزال طائفة. وكلمة الطائفة تدل على أنهم ليسوا كثيرين، ناس قليلون في ناس في بين ناس سوء كثيرين، كما جاء في رواية أخرى. نعم. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. وتصديقك أو تصديقه من قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهناك قد يكون مستشرق يهودي كافر يجمع كتب السنة وكتب التفسير وكل شيء، فليس العلم بكثرة الرواية ولا بالكتب، قد يكون هناك هواية للرواية فيتتبع الإجازات وغيرها، فليس العلم إلا بالعمل والاتباع العلم الصحيح والسنن. نعم. وإن كان كثير العلم وهو صاحب بدعة إذا خالف العلم في جوانب أخرى، العلم أين هذا خطأ كثيري كثيري، هذا خطأ معروف هذا. وإن كان الضمير يرجع إلى هذا الذي جمع الكتب ويكون اسم كان ومقدرة، وكثير العلم خبر منصوب وعلامة نصبه فتحة على كثير. نعم. واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والحق ما البدع كلها كبيرتها وصغيرتها لا شك في أنها داخل في القول على الله أو قول في دين الله ما ليس منه سبحان الله. والتشريع ليس إلا من عند الله، التحليل والتحريم ليس إلا من عند الله، فالذين يحللون البدع مواليد وغيرها وغيرها كأنهم ينتصبون أو ينصبون أنفسهم مقام الشارع، وهذا من أعظم كفر منهم بالحقيقة. قل لا تقولوا لما تصف ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الآن تسأل علماء يقولون كيف ميلاد النبي لماذا لا يكون جائز مستحب فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا وكذا، وما يدري أن بدعة واحدة تفتح بدعة كثيرة ويختفي وراءه أو تختفي السنن. نعم. والحق ما جاء من عند الله، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه. يقول ما كان عليه من اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج. إيش معنى فلج؟ فاز على كل أهل البدع. نعم فلح، أنا هذا الذي كنت أقول فلح، صار فالحا ويكون على أهل البدع كلهم. أما فلج جيم هذه ما ظهر لي فلج إيش معنى، هل عندكم شيء في هكذا قال فلجا أو فلاح والله أعلم، أي زيدوا. واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها. الناجية لأنها اسم منقوص، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجية منها فقال وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق. وأصحاب رسول الله عرفوا البدع والتعمق والغلو والتنطع والتكلف، فقال عليكم بدينكم العتيق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، هذا الذي يريد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عليكم بدينكم العتيق الذي ربما يكون الناس نسوه، وهذا كأنه الآن يتكلم لنا ابن مسعود في هذا الزمان ويحثنا على أن نرجع
ونبحث ما كان الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، الذي ليس فيه بدع وليس فيها إنكار الإنكار الصفات لله وغيرها من الأشياء التي أدخلها الناس في دينهم وأفكار الخوارج وغيرها. نعم. واعلم أن العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. وهذا كله بساع من اليهود عبد الله بن سبا الذي كان في الحقيقة وجد فرصة. اليهود ما قدروا أن يجابهوا الإسلام، فلما انخذلوا وضعفوا فدبروا مكائد على الإسلام والمسلمين مثل المنافقين، سبحان الله، دبروا مكائد. وكان وراء هذه الفتنة عبد الله بن سبا اليهودي، كان يطير في عواصم الإسلام، فكان يختلي بالشباب، وكان يلقي الشبه علي على عثمان رضي الله أنه ينفق بيت مال المسلمين على أقاربه وكذا وكذا أشياء أخرى، وقد غيرت كتاب الله تعالى وجعلتها في نسخ خاصة، أشياء كثيرة وجدوا. فنريد أن نصل إلى القول بأن المفسدون الذين يريدون أن يفسدوا في الأمة هم يغرون الشباب، أول ما يغرون الذين هم قليل العلم وقليل العقل، فينخدعون بهم ويتبعونهم، وهذا حاصل في كل زمان. فما دام حصل في عهد الصحابة عن طريق تغرير الشباب، ففي كل زمان يحصل هذا، فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذا فيما بينهم من الشباب، أين يبيتون وأين يذهبون، مخرجهم ومدخلهم، أبناءكم ماذا أو بمن يمشون، لأن مثل الجليس الصالح والجليس السوء واضح جدا يؤثر عليه. نعم. فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله أو من قبل رجل من أهل البدع، فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. نعم، واضح. نعم، لأن إبليس كل واحد سواء هو المبتدئ نفسه قد يستعيذ من الله من إبليس، لكن قد يكون يتغرر بمثل هؤلاء باسم الدين وباسم كثرة العبادة وباسم التزكية والسلوك وكذا، فقد دخل في باب التصوف ناس أبطلوا على عقيدة الإسلامية ودخلوا في وحدة الوجود، أشياء كثيرة. فهذه البدع لا شك فيها من قام به فهو أضر على هذه الأمة من إبليس. نعم. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين عباد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقول المصنف من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة، من باب عرفت الشر لأتقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع في الشر، يقع فيه. فبذلك ليس معناه أنه لا يكون غافلاً عن ما يدور حوله خلاف دين الله تبارك وتعالى. يجب على كل على كل شخص أو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده حس قوي، أو كما يقولون أنه يعني إحساس قوي، ماذا يدخل في الإسلام من البدع وماذا يمحى من السنة. فقال ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة، لابد أن نعرف تركوا السنة ووضعوا بقرها
بدلها هذه البدعة حتى نرد عليه. نعم. واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب. نعم. إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 مقالة. نعم. وكلها مقالة وآراء، يعني 800 مقالة وآراء مختلفة، حتى من طائفة واحدة قد تجد فيهم مقالات كثيرة. والشيعة والخوارج إذا تعلات كتب الأديان فتجد أنهم قد تشعبوا إلى فرق كثيرة قعدية، وفيهم فلان وفيهم فلان، يعني هكذا. فإلى هذا يقول إلى 2800 مقالة. وهذا الكلام ذكره أيضا البغدادي في الفرق بين الفرق، وكذلك في الفصل. نعم. وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة. نعم. وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. يعني رحمه الله كأنه يقول ينبغي أن يكون هذا الكتاب قدوة لك، فإذا اعتقدت فيما في الكتاب وعرفت ما فيه رد على البدع ولا شكوك فيها لا تشك فأنت صاحب السنة إن شاء الله. نعم. هذا هو في الحقيقة، ليس فيه إلا بعض في هذه الصفحات الكثيرة، ما تجد فيه ملاحظة إلا في موضعين، مثل ما قال أن السنة بعد الجمعة 6 ركعات، ما هو كذا؟ قالوا هذا ليس عليه دليل. كذلك قول الآخر الذي قال، ماذا قال؟ بحديث ضعيف: كل الأنبياء لهم حوض إلا صالح، فحوضه ضرع ناقته أو ناقة قومه. فهذا يعني هي الذي قد يلاحظ عليه، ولا تجد في هذا الكم الكبير من الصفحات والأقوال والكلام إلا أنه على الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين. نعم. واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه. إيش معنى وقفوا عند محدثات الأمور؟ يعني لا يدخلوا فيها ولا يقربوا، لا يقربوا ولا يدنوا من البدع، يقفون إذا رأوا بدع. فإذا رأيت الذين يخوضون فيه أعرض عنهم. نعم. ولا تقعد بعد الذكرى، وقفوا، هذا معناه، ما لم يقربوها ولم يدخلوا فيها. نعم. ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم لم تكن بدعة. واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله، أو شيئاً مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فقد غلا اليهود في عزير، وقد غلا في عيسى عليه السلام النصارى، ولا شك فيها أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقع بعض الناس في بعض كلمات فيها غلو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولما قال قائل الصحابة رضوان: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا. والحمد لله الذي آتانا دينا واضحا على محجة بيضاء ليس فيها أي لبس. نعم. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيه. وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين والقرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب،
ولا تكتم هذا الكتاب أحداً من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيراناً عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالاً عن ضلالته فينجو به. يعني يحيلك إلى هذا الكتاب، وهو قال أنه ضمن لنا بمراجعه، قال مرجعي في هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الصحابة أو التابعين والقرن الثالث إلى القرن الرابع. فلا شك نحن نؤمن بأن أكثره كله والحمد لله فيه صواب، إلا حرفنا وحرفين مما انتقد عليه العلماء رحمة الله عليهم. ثم عليك بالتصديق والتسليم والتفويض. هل يقصد تفويض بمعنى تفويض بمعنى عدم فهم معنى الصفات؟ لا، المفوضة قالوا ما أدري ما معنى استوى، ما أدري ما معنى الماء، اليد. أهل السنة والجماعة يقول اليد يد مفهومة، ونحن خوطبنا باللغة العربية، فاليد معروف والسمع والبصر وغيرها وغيرها، لكن تفويض الكيفية. فأهل السنة يفيضون الكيفية لا نعرف كيفيتها، لأن الله تعالى لم يذكر لنا. فهذا مثل قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ياوي إلى فراشه، ماذا كان يقول؟ اللهم فوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك، نعم، فرغبة ورهبة إليك. فتفويض معناه التوكل على الله في ما حقيقته وكيفيته، ورد بما في هذا الكتاب، نعم. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبداً ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه. لا شك فيه، نقول أن ما فيه حق، لكن لم يحط بجميع الدين كله. قد يكون هناك أشياء من الفقهيات والحج والزكاة وغيرها وغيرها، لكن قوله عليك رضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من القبلة، لا تظن أنه يكون ينزل منزلة الكتاب والسنة، إنما هو في الحقيقة هذا الكتاب يحتوي على كل ما يراد من الكتاب والسنة، نعم. فلما في هذا الكتاب، نعم. وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من انتحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى، إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى، وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئاً من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئاً فقد ترك السنة كلها. نعم. فعليك بالقبول ودع عنك المحكة واللجاجة، فإنه ليس ودع عنك المحك، هكذا المحك والمماحكة كما يقولون، أنه مشادة والمنازعة في الكلام، المماحكة أو الجدال بالباطل بمعنى المماحكة والمحك، واللجاجة أيضا يلج ويصر على الباطل، نعم. فعليك بالقبول ودع عنك المحكة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. سبحان الله، هذا كان قبل كم قرن، مو كذا؟ فما باله هذه الأيام. فينبغي للإنسان، فطوبى لنفس أولعت قار دارها مغلقة الأبواب مرخا حجابها، كما قال الشافعي رحمه الله. الزمان هذا الزمان، الفتن من كل جهة يأتيك مثل السيل، الله المستعان، ولا يأتي يوم إلا وبعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قبل 1100 سنة كان هذه الحالة، فكيف الآن؟ والله المستعان. لكن من رحمة الله أنه تأتي أيام قد يكون هناك تجديد لدين الله، ثم يطغى الشر، ثم ينطفي الشر،
سنة الله في الذين خلوا من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي هذا امتحان ورفع درجات للذين يسعون لدين الله الخالص. نعم. وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية وكل ما كان على سبيل التعصب بالباطل لعقيدة أو رأي أو مذهب من مذاهب العقدية أو الفقهية أو السلوكية، لا نقشبندية، تشتية، قادرية، سهروردية، تيجانية، رفاعية، عجائب وغرائب. نعم، الله المستعان. وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته. الله أكبر. نعم. وأقل النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة. إلا استثناء، هذا الاستثناء هو قد يكون غير جامع، لأن الله تعالى قال قتادة وغيره كما ذكر البخاري في تعليقا في كتابه، قال إن الله جعل النجوم لثلاث: زينة ورجوما للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن استفاد من النجوم أكثر من هذا فيكون هو لا شك فيه أضاع نصيبه، كما قال: من تأول فيها بغير ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد كذلك وعلامات بالنجم هم يهتدون. فإذا قوله أقل النذر إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، هذا علامات بالنجم هم يهتدون وكذلك في الصلاة، لكن غيرها أيضا رجوما للشياطين خلق الله تبارك وتعالى. فنحن نقول إن هذا من وظائف هذه النجوم. نعم. والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. نعم. وإياك والنظر في الكلام والحديث الذي جاء فيه: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد أو أقل ما أقل. نعم. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. كما عرفنا أن الكلام يقصد به كل ما يكون من هؤلاء الذين ابتدعوا في صفات الله تعالى من التعتيل والتجسيم والتكييف أو تعتيل مطلقا، وقالوا لا معنى لهذا ولا نفهم معناه، وأنكروا إتيان الله وغيره، فكل هذا بكلامهم ورأيهم وآرائهم الفاسدة. ولذلك يقول: والنظر في الكلام، المقصود منها مما هم أوجدوا وابتدعوا هذا الدين أو هذا العلم بين الناس. نعم. واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. أشار هنا بكلمتين خفيفتين إلى الطائفة الضالة من الذين انتسبوا إلى التصوف، وكلمة التصوف نفسها بدعة ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة، إنما جاءت فيما بعد، واخترعوا أشياء وفي بمعنى السلوك والتزكية. وكان بعضهم من زندقته كان ينام مع المردان ويقول: هذا يزيد الإيمان. كيف ذلك؟ ينام ويبيت ولا يقرب منه بسوء. هذه كلها حماقاتهم في الحقيقة. لو كانت الدولة تحاسبهم ما كان لهم إلا أن يتوبوا وإلا يقتلوا. وكان بعضهم أيضا يتشوق إلى النساء ويذكر هذه كلها في أشعاره، موجود هذا. كذلك
يقول أنا لا أعبد الله تبارك وتعالى رغبة فيما عنده، إنما شوقا وحبا وعشقا لله. وكلمة العشق المتهمة هذه استعملوها في ذات الله تبارك وتعالى. لو قال أحد أنت تعشق بنتك ما يقبل، لأن العشق كلمة ليست هي كلمة يعني جيدة في باب الحب، لكنهم يقولون ويسمي بعضهم عاشق إلهي، عاشق الله. والله المستعان. أيوة. واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلا منه. نعم، تفضلا منه، فليحمد الله ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. بهذا اللفظ الحديث لم يثبت، لكن الثابت لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف المد ولا نصيفه. وهذا مما رواه البخاري. أما قوله الأسحار والأختان فيأتي فيه قول الله تبارك وتعالى فيهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، تواد وتحب قرابتي. نعم. وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فنحن لابد أن نؤمن بهذا، وعلي ومعاوية وغيرهم، أو معاوية لا، لكن هناك كثير منهم كانوا من أهل بدر أيضا. ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في أحد من الصحابة فإنه يلطخ لسانه بشيء لا يأذن الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، والسب ذكرهم بسوء أيضا. معاوية هو كان مخطي، علي قتل في ليلة واحدة كذا وكذا، هذا كله يجب أن يطوى ولا يروى ولا يذكر. ولا يتبع في هذا قول التاريخيين أو أهل التواريخ، لأنهم في الحقيقة أكثرهم لوط بن يحيى وأبو مخنف الكذابين. فأهل التاريخ في الحقيقة ما لم يحقق بإسناد صحيح لا يجوز أن يروى مطلقا التاريخ في أي أحد، لا في الصحابة ولا في خلفاء الإسلام عامة، قد ينسبون إليهم أشياء وسيرتهم قد تكون منزهة عن هذه الأشياء كذبا وزورا. نعم. فالتاريخ يجب أن تحقق كما تحقق الروايات الشرعية. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا. نعم. إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. هنا كأنه يقول يعني إن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه هو شرعا، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، لأنه هو الذي تحمل وزر هذا المال، فأنت لا تشترك معه، فإنه عسى أن يتوب هذا. حتى الظاهر بيعا وشراء كأنه يقول لا تأخذ منه شيئا، خليه يبقى عنده لعله يتوب ويرد إلى أربابها، فأنت أخذت حراما. فهذا هو الاحتياط والحيطة لا شك فيه من الشبه. نعم. وإن كان إذا رأيت هناك قواعد فقهية، بعض القواعد الفقهية قالوا وإن كان حراما عليه أنا أشتري بدراهمي فيكون حلالا علي. وقد كان الصحابة يتعاملون مع اليهود وهم أكالون للسحت، هكذا يستدلون. لكن لا شك في أن يتقي بدينه أفضل من أن يقع في الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
وعرضه. نعم. والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسداً يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. لا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة. ماذا يقصد هنا؟ قال وإن كان فاسداً يأخذ من الفساد مسيكة نفسه، لا تقول أترك المكاسب. إذا كان هناك مكسب فيه فساد أو حرمة فلا يجوز له أن يأخذ إلا لوقاية نفسه من الحلاك. إلا من أكره، لا، إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، على قدر ما يسد رمقه ويمسك نفسه من الهلاك. هذا الذي يقصد به، يعني لا يجوز إلا كالميتة للمضطر، هذا الذي يقصدنا مسيكة. لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. يعني لا يمد يده إلى الناس، كسب في بالدنية فيه بعض الدنية، ربما يكون الدنية الذي يعني بعض المهن يقولون الحجامة، حتى قالوا لا يكون الحجام كفوا في بعض كتب الفقه وبعض المذاهب. نعم، ولو كان فيه، لكنه فيه إسالة عرق جبيني وكسب اليد، هذا من أحل الحلال عند الله. نعم، لا ليس، لكنها فيه يقولون أصحاب المروعات، لا هم يقولون. نعم، ما أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حجامين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم. ألا ترون أنه هناك في الفقه الحنفي خاصة درست، ويقولون أنه الناس كلهم أكفى إلا الحجام والحائك. الحائك هذا الذي يحيك الثياب، هذا من المهن الدنيئة يقولون. فالإسلام ليس فيه مهنة دنيئة. الآن كالناس الذي ينظف الشوارع وكذا، الناس يظنون أن هذا كسب دني، ما هو كذا، لكنه ربما يكون من أحل الحلال، يحترق في وهج الشمس وينظف الشوارع، وإن كان يعني يأخذ راتب لكن له أجره عند الله تعالى، لأنه يأكل بكسب يده. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصلاة الخمسة جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل. يعني كافر، وكل إنسان اتهم ببدعة أو بفعل وقول لا يخرجه عن دائرة الإسلام فهو مسلم، له حق الإسلام. كذلك تصلي وراءه وتصلي عليه إذا مات، أما إذا كان عمل عمل كفر فلا كرامة، لا يصلى وراءه ولا يصلى إذا مات، إذا يصلى إليه إذا مات. نعم، هذا الذي يقصد. قال: وإن صليت خلفه فعِ صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهمياً وهو سلطان فصلي خلفه وعِ صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعِد صلاتك. يعني إذا كان اضطر أن يصلي وراء من يحكم عليه بالكفر خوفاً من ضرره وإيذائه، فإذا يعيد صلاته مرة أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، فصلوا معهم، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، أو بالعكس. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أتيت التسليم، نعم، كأنه يشير أن كل زائر قبر من القبور عامة ماذا يسن له. عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا زرت القبور؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا هو التسليم واجب، هكذا يقول. يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإذا زرت
فسلم عليهم بهذا: السلام عليكم يا أهل القبور، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. فعلى أبي بكر عمر التسليم واجب بعد رسول الله، يعني تبدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم تتنحى عن اليمين، ما هو كذا، وتسلم على أبي بكر ثم تتنحى شيئا ما فتسلم على عمر رضي الله، أو في موضع واحد إذا سلم إن شاء الله فأولا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو السلام على رسول الله، وبعد ذلك السلام على أبي بكر والسلام على عمر. وكان على كل حال يعني السلف كانوا يكرهون الصحابة أنفسهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم أو أكثر الأيام، وعبد الله بن عمر هو الذي كان إذا جاء من سفر فلا يتركه إلا أن يذهب إلى القبر، وإلا عامة الصحابة كانوا يصلون قعودا وقياما وعلى جنوبهم في أي مكان يكونون. فالمجيء دائما كره العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، أي تعود مرة بعد مرة. وبذلك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت بالأندلس فيكون سواء ولو صلى على شفير القبر. نعم. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. أي نعم، إذا خفت أنه يقتلك أو يضربك فهنا لك مندوحة أن لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لكن إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا استطاع، وإلا فبلسانه وإلا فبقلبه. نعم. قال: والتسليم على عباد الله أجمعين. نعم. ومن ترك صلاة الجمعة على عباد الله الأجمعين، يعني الظاهر إذا زار القبر، أو ما تقول أنت في التحيات، ماذا تقول؟ وعلى عباد الله الصالحين. لا، أنا هنا الإمام يقول: والتسليم على عباد الله، عباد الله أجمعين، فيه الكفار وفيه صالحون، فأنا أريد أن يقال على عباد الله الصالحين، هذا الذي نفهم، التسليم على عباد الله الصالحين أجمعين، وليس على عباد الله فيهم كلهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالكافر من عباد الله، لكن السلام يكون على الصالحين المؤمنين لا على الكفار. نعم. وإذا مررت بقبر الكافر فبشره بالنار كما جاء في الحديث. ومن ترك، قال: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. نعم. والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. نعم، هو لا شك في هذا، هو القول الصحيح أنه بدون عذر لا يجوز للإنسان أن يترك الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة، فقالوا من الغريب أنهم يقولون سنة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم فقط، لكن العلة قال: لولا فيه من لم تجب عليهم الجماعة لأحرقت بيوتهم، فيدل على أن حضور الجماعة واجب إذا قدر، أما إذا كان له عذر كما قال مرض لا يقدر أن يخرج، أو خوف من سلطان كما ذكر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أن كان أحدنا كان يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وكانوا يقومون ويتكئون على العصي، لا يقدر أن يقوم على رجليه، فهذا كله كان لاهتمام الصحابة بالجماعة. نعم. قال: ومن سلم وما عفي عن الجماعة حتى في الحرب مع العدو في الخوف، فيجب أن يجتمعوا على صلاة الخوف جماعة. نعم. وهذا من أعظم الأدلة على وجوب حضور الجماعة، حيث ينادى بهن كما قال عبد الله بن مسعود: إنها سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم. نعم. قال: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. نعم.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. بلا سيف يعني لا تستعمل السيف، لكن قد يكون الأمر بالمعروف للحاكم الذي يرى أن هذا لا يرعوي عن بدعته وغيه المكفرة إلا بالسيف فيستعمل السيف، كما هو في مسائل كثيرة أنهم قالوا يستتاب وإلا يقتل. نعم. قال: والمسور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. ريبة في عقيدته وريبة في عمله، لا هو مبتدع ولا فاسق ولا فاسق، فهذا مستور من المسلمين، وهو إن شاء الله يكون عدلا معروفا تقبل شهادته كما قالوا. إيه نعم. قال: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. وتعرف إذا قرأت كتب القوم تجد هؤلاء الذين ينتسبون إلى التصوف يقول هناك علم ظاهر وعلم باطن، وأنتم ما تعرفون إلا علم الظاهر الكتاب والسنة، وعلم الباطن قلوبنا تأخذ عن خالق القلوب، حدثني قلبي عن ربي. هؤلاء يجب أن يشقوا نصفين في الحقيقة، الذين يكفرون بالله تبارك وتعالى. نعم. وكانه كلهم سار قلبه موضع الوحي. نعم. قال: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. ولا يدعي أحد أن امرأة وهبت نفسها فهي حلال لها، وهذا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فسعد إليه النظر وصوب ولم يردها بشيء، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله إن لم تكن أدب الصحابة إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: ما عندك من الصداق إلى آخره. فإذا لا يجوز لأحد أن يقول إنها وهبت. نعم. لكن وكما قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق. هنا الحنفية في الحقيقة ردوا هذه السنة كل الرد، ويجيزون النكاح بدون ولي وشاهد عدل، وقالوا ذكرت لكم أنهم نسبوا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه أحل الربا والزنا، والزنا في هذه المسألة. نعم. فلو زنى اثنان واطلع عليهما فكل واحد ادعى هذه زوجي وتلك تقول هذا زوجي، لا سبيل لك عليها، هكذا نقل عن الإمام أبي حنيفة، لكن النقل أرجو ألا يكون صحيحا، فإن الإمام أبي حنيفة ورع تقي أورى من أن يقول مثل هذا، وحوله السنة ولا نكاح إلا بولي وشاهد أدر وغيره، أو لعله كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام في الأعذار الأئمة رحمة الله عليهم الكتاب الصغير رفع المنام ملام، اقرأوا بارك الله فيكم. نعم. قال: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. نعم. وقوله: ولذلك حاتب بن أبي بلتة لما حصل ما حصل منه فقال لعمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقد علم الله أنهم لا يكفرون بالله ولا يأتون بما يخرجهم من الملة، وإن أتت منهم بعض الزلات فقد سبق القول من الله عز وجل بالغفران لهم. نعم. وقوله:
زروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا. قال ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاد ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. هذا الذي أوصى من قبل أنه لا يتكلم فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. وإذا سمعت الرجل، قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على رسال نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، وطاعتك وبرك معه تام لك إن شاء الله. حتى لو أراد أن يمنعك من فريضة، جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها عليك، وأمرك ألا تصلي ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ففرائض الله هي عليك وجوره عليه، فإن كان مظلوما يخاف قتله وكذا فقد يكون هناك بعض الأعذار للترك المؤقت، لكنه يتركه مطلقا حتى يرمى أو يمحى رسم الإسلام ولا يجوز. نعم. يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشارك فيه فلك نيتك. نعم. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. نعم. لقول فضيل لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. دعوة أي دعوة عرفت أن هذه دعوة مستجابة كما ذكره بإسناده أخبرنا أحمد بن كامل. أيوة. قال أخبرنا أحمد بن كامل أنه قال أخبرنا الحسين بن محمد الطبري قال أخبرنا مردوي السائق قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. نعم. فيجب على المسلمين، ولا شك أن لو دعوت لنفسك فهذا الدعاء لا شك أنت أحق بها، لكن نفع هذا الدعاء إذا استجيبت من عند الله لنفسك أنت، لكن إذا صلح السلطان فهو كالقلب إذا صلح صلح الجسد كله، صلح المجتمع كله. نعم. قيل له يا أبا علي فصل لنا هذا. أيوة. قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني. لم تعدني لم يعني نفع هذا الدعاء يكون محصورا فيا لا يذهب إلى غيري، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. نعم. ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. وإذا رأيت شاهدت وجوه القوم الذين إلى يومك هذا وخاصة في هذه الأيام يا أخي بدأوا يجاهرون بسب عائشة وأبي بكر وعمر، ونعوذ بالله يقولون يا زانية يا كذا يا كذا، ينكرون كتاب الله، فهل تجد أن لهم نصيبا من الإسلام الذي ينكر كتاب الله؟ سورة النور، ينكرون ما برأ الله فيها أمنا عائشة رضي الله عنها، فماذا تقول فيهم؟ والله كفرة لو تمكن منهم لو أبيدوا أو أبيدت خضراؤهم. نعم. قال وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. نعم. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. قال والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. قال والمستور ما بان ستره والمهتوك ما بان حدقه. يعني أمره يكون واضح في الفسق والفجور، أما إذا كان
لم يشتهر بين الناس إلا بالصدق والصلاح، وستر وإن كان قد ارتكب بعض الأشياء فهذا لا يجوز أن يتجسس ولا يجوز أن يتكلم بشيء. نعم. قال: وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، لأن الجهمية كلهم يسمون أهل السنة والجماعة المثبتين لصفات الله على ما يليق بجلاله، يقول هؤلاء مشبهة. نعم. فإذا قال أحد أن فلان مشبه لأنه هو يثبت صفات الله تعالى فاعلم أنه جهمي المنكر لصفات الله. نعم. قال: وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي. نعم نعم نعم. قال: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. نعم. تكلم بالتوحيد إيش معنى؟ أليس المقصود أن ينوه بالتوحيد والناس ينصحوا بالتوحيد؟ يقصد هنا في الحقيقة توحيد المعتزلة. تعرف أن عندهم وصولا خمسة. ما هي وصول المعتزلة؟ أول شيء يقولون التوحيد. توحيد معناه نزعوا جميع الصفات من ذات الله تعالى، إنكار جميع الصفات، هذا التوحيد الخالص عندهم. أيضا عندهم من الوصول المنزلة بين المنزلتين، إذا كان ارتكب كبيرة فهو ليس مسلما ولا كافرا، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة يقولون خالدا مخلدا في النار مثل الخوارج. كذلك عندهم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني قتل من خالف عقيدتهم. هؤلاء هكذا الخوارج وكذلك المعتزلة أيضا. فهنا إذا سمعت الرجل تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. فالمعتزلة يريدون بالتوحيد من وصولهم إنكار صفات الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يتصف بصفة من الصفات التي ذكر في المخلوقين. أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري. أيه. لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. نعم. المجبرة أو اللي هم يقولون أن هؤلاء مجبورون مثل الورق في محب الرياح، هكذا قالوا. فليس العمل، ابن القيم ماذا قال؟ تحرك الرجفاني، ما كذا؟ هم يقولون أن الإنسان حركته أو عمله كله مجبور عليه، فكأنهم قالوا ألقيت في اليم مكتوفا وقلت له إياك أن تبتل بالماء، يتهمون الله بهذا بالظلم، كأنك أجبرتني ثم تدخلني النار والجنة. هكذا خاطب الله تعالى بعضهم من الفسقة هؤلاء، وما فهموا أن الله تبارك وتعالى آتاه الخيار. فمن إيش الآية؟ فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره بخياره، وأما من بخل بخياره. نعم. قال عبد الله المبارك رحمه الله تعالى: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. نعم. ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل كراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. الصرف هذا فيما نسب إلى أهل مكة أنهم كانوا يجيزون الصرف الذهب بالذهب، هذا مما ذكر عنهم عن بعضهم، فقال لا تأخذوا من أهل مكة في الصرف ولا عن أهل المدينة في الغناء. هذا في زمنه، الغناء كان في أهل المدينة معروفا وينسبون إلى مالك، ومالك رحمه الله منهم بريء، لكنه كان يعني عندهم غنى وعندهم حتى السماء من الجواري وغيره، وهذا قد ذكره العلماء بما حصل في المدينة. ولذلك حينما يقولون إن عمل أهل بلد ليست حجة ذكروا، قالوا أهل المدينة كانوا يجيزون. نعم. وإذا رأيت الرجل، قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة
وأنس بن مالك وأسيد بن خضير، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس ابن عون. ننتهي إلى هنا إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.